ننتقل لبرنامج قربة تنحل اللي بينعرض على جديد كل اربع بعد الاخبار ونحضر مقتطفات منه ونرجع لفكرة بتحضر او ما بتحضر. والله شفتها بالمول يا معلم، طحشت عليها، قلت لها بدي اظهر معك. قالت لي نيفر. قلت لها نيفر ادمي احسن، فهلا مستعجل بقاش معي وقت. يلا بنشوفك. انه جاغي شو مبعوث شو مبعوث بلبيني. عندي كمان الشوفاج عم بينقط مي، يا ريت فيك تفحص لي وحيه الله اذا زبطت معك النشافه لاقول لكل الجيران وعبعت نفعه غريب نفعه جارنا جبرا. طبعا بدنا مقتطفات، رح نسال طارق. طارق دورك، بتحضر او ما بتحضر؟ اكيد اكيد ما بحضر. شو هالبرنامج السخيف فيري تشيب، اساسا لازم يوقفوه عن الهواء 100%. رايك على رايي 100%. جيجي بتحضري او ما بتحضري؟ انا كمان صراحه اكيد ما بحضر، صراحه ما حبيت شيء من يلي شفته، منه شيك ابدا، بعدين زهقنا منه ولو خاصة هيدا الناصح السعيد لازم يعمل رجيم. يي ما أسأله كل ما قاله كل حلقة بينصح عن جد كتير سعيد. بتعقدي جيجي رأيك عطول هيك بيطفي إليجنز لحلقتنا، بتعقدي. توني دورك، بتحضر أو بتحضر؟ أنا بكل صراحة شباب أصحابي وبعرف كتير منيح حدا بيتعب الله يحضروا سكتشاتهم. شو؟ الكوميديا صعبة بحضر أنا. ولا توني عن جد عم تحكي عن جد؟ لحظة سمعت مزبوط؟ بتحضر؟ بحضر نعم. بتحضر هيك برنامج سخيف؟ عن جد تحضر؟ بتحضر هيدا البروجرام؟ كلنا سوا فردان باتريسيا داغر فغاي. رهيبي مش معقول شو لذيذي. عن جد عن جد بتعقدي بنطر بناطر على شو فيك. هيدا من حبتك عن جد باتريشا امرار. سوري امرار بيجي لقيت دوش التي في قد ما بيك. طيب بتكون شعار؟ لا اكيد شعار. بتصديني باتريشا وايك بنسى اكل سوشي تاحضر قربة الحال تشوف تلكي بتعقدي الكاريزما تبعك. ما معقول ميرسي بيير لحظة توني، ما بدك تقول شيء لباتريشيا؟ كلنا قلنا لها شيء، ما بدك تقول شيء لباتريشيا؟ توني انا وتوني كثير اصحاب. ايه اوكي توني شو بدك تقول لباتريشيا؟ ما سمعت شو صار قبل ما تفوتي؟ ايه سمعت، بس هلا نحن على الهوا وعلى الهوا لازم نبيض لبعض، انا بيض لك وانت تبيض لي، انه بنحب بعض وهيك. ما بدي بيض، ما انا بحبك عن جد، بس مش مسترجي قولي. هلا صار فيك تقولها توني. قولها فيني قول؟ ايه انا بتحبها وانا بتحبها. قول يعني عادي. ايه فيك تقول هلا مش مسترجي عن جد. توني منك حر، قول انك بتحبها. قول انك بتحبها. اعطوني شوط، اعطوني شوط. سانتيو شو شوط؟ بالبروجرام ما في شوط. بتحبك منك. بتحبك. قول بتحبها.